لأن أهل غزة أهلنا. فإن السلطة أوقفت التحويلات الطبية عن أكثر من 3500 مريض، منهم مئات مرضى السرطان. إذن بالمجمل العام إحنا لا نبحث عن عقوبة على أهلنا في قطاع غزة. 3 أطفال الرضع ارتقوا. إحنا مستمرين بخطواتنا. جريمة إنسانية بحق الأطفال هذه. يا حسرة على غزة وأهلها، شو تحملوا هم القضية؟ ظلم الإخوة عند المعبر ولقم السلطة الفلسطينية. 10 سنين على هذا الدرب، صعب الوضع وصعب وصعب، يعني تقضوا على نص الشعب علشان تكسروا هنية. الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية، هذا بموت على حساب السلطة، قاعد هي المسؤولة عنه أو مازن مسؤول عنه، بأن كل خطوة يقوم بها الرئيس أبو مازن هي في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني. أبو مازن هذول الأطفال إيش ذنبهم؟ أنت وين عنهم؟ ونحن بصدد أن نأخذ هذه الحاسمة. ما يحدث هو مجزرة حقيقية. إذا في ولد مات بالغلط هذا مسؤوليتنا كلنا، واحنا كمان بنحزن عليه، بنحزن عليه. في ظل الواقع المكلح وتردي أخلاق الساسة، صار الواطي عادي يصرح اقتل شعبك، هذه سياسة. وكله صاير يظهر وجهه على قبلة صهيون، يتجهوا لقمه باين ترى في وجهه يخزيها من نفسية. ومن جهة أخرى هناك اجتهادات في أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة قد تؤدي إلى تفجير الوضع في قطاع غزة. هذا وجه البوكسي فيهم، وهذا اللي بيحكوله محنك. عظم رماها ترامب إليهم، ركض وراها بلكس ترزق. بيحكوا عن خطة للقرن، كل من فيهم فرد له صحن، بلكي صح له شعبة أمن ولا وزارة سيادية. الإخوة في مصر يقوموا ببعض عمليات التنفيس هنا هذا وهناك. يفسر في هذا مثلاً الوقود، هذا يفسر الوقود وهذا يفسر غيره، ولكن لا نريد أن يتم تنفيس إجراءاتنا. بالضبط، بده يضغط غزة كمان وبيرفض فعل التنفيس. تصريحك أوضح عنوان وما تحرف يا ولاد بليس. قلب حكي لك قوله تحرف، وجوه قرارة نفسه بيعرف، لو بيده يخنقنا تصرف وعملها هالابن شتي. من جانب آخر، أي إجراء مصري يجب أن يكون منسق مع القيادة الفلسطينية، لأنه بالمجمل العام إحنا وكأنه بتجدف بالاتجاهين. وين ما تجدف يا ابن شتي رح توصل حفة شلال. قاربكم صنعة إسرائيلية وعمره ما رساكم على حال. قاربكم مليان خزوق ويا مصخمط اصحى ولك فوق، بكرة تقعدكم عخزوق الحكومة المصرية. عندنا قرار واضح تماما بحق حماس وليس بحق غزة، لنقدم كل الدعم لأهلنا، وهذا حقهم علينا. إذن بالمجمل العام إحنا لا نبحث عن عقوبة على أهلنا في قطاع غزة. إحنا مستمرين بخطواتنا التي لا تستهدف إطلاقا المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. لما المجرم يكذب كذبة والله بتقراها في عينيه، ولكل أهل الشهداء وصحبه بالله تظلكوا تدعوا عليه. بدهم ينهوا الحكم بغزة بخنق الشعب، ولا يعملوا هزة ويا جماهير الضفة فزة وانهي فصول المسرحية. تحياتي، خلينا نعمل شير للحلقة حتى نكشف زيف وأباطيل اللي بيدعوا إنهم أوصياء على الشعب الفلسطيني ومناصرين لقضايا الشعب الفلسطيني ومحافظين على حقوقه.